إلى ما تأهل إلى بطولة أمم أفريقيا. Não podemos facilitar e deixar de seguir exigentes. لا نتأهل حتى إلى بطولة أمم أفريقيا ولازم إن إحنا يا جماعة برضو نفضل على نفس الحرص بتاعنا إن إحنا نكون بنأدي لأجل التأهل. E até nós estarmos matematicamente no cano, يعني até aí é que nós podemos estar descansados. Até lá não, e temos que fazer pontos até lá. بس عشان تبقوا عارفين إن إحنا نكون متأهلين لأمم أفريقيا ما ينفعش إن إحنا نستريح من دلوقتي. لسه في قدامنا دلوقتي النقاط لازم نحصلها عشان نقدر نتأهل رسميا ويكون مكاننا موجود في الوقت. يانش كسوجا كوكيا برغونتا. ومنها بعد كده هيجي الأسئلة. بوركيكا باريس كي وجو غاسيرا تزايد. لأن بعديها هيبقى في مباراة إن شاء الله. فاصل من فاصل جون توتش بسبير. يوم 18. دلوقتي بقى يمكن الموقف واضح وصلك إلى فين؟ يوم مايو. إن يوم 21 مايو وقت ما وصل لنا. أوروبا كون جوكس توتش ماركاروس. وقت ما كان وصل لنا الرد وكان خلاص كل المباريات تم تحديدها. نو في muitas equipas para jogar a 18. ما كانش قدامنا اي فرص كثيره ان احنا عشان نلعب مباراه في 18. Isto ou mudamos esta organização então estamos sempre nisto. Andamos sempre atrapalhados com a marcação dos jogos e com o planeamento de uma atividade de uma seleção nacional. فعشان تغيير التنظيم وعشان برضه ان الرد جانا متاخر ما كانش قدامنا اي فرص ودي حاجه عطلتنا برضه ان احنا عشان نأدي مباراه وكده. E isto eu tenho que vingar que estou mesmo muito chateado, não aceito e acho que o Egito não pode aceitar isto. Olha, بصراحة, ببلغ من مكاني هنا ان انا زعلان جدا وما كنتش متقبل هذا الموقف وان احنا المفروض مصر لا تقبل هذا الموقف. A desculpa vai ser claramente, mas os clubes falaram, os países, está dentro da lei, até pode estar na lei, mas não faz sentido nenhum. Os jogadores acabaram o jogo às 11, dia 11 à noite e passar 3 dias, quando se poderia jogar muito mais à frente. تعالوا طبعا هيقولوا طبعا هو داخل ايام الفيفا وان هي فتره التوقف بس ما ينفعش فريق يكون بيلعب على يوم 11 وتدي لاعبين راحه بسيطه جدا على اساس ان هو ينزل منها يلعب بعد كده يوم 14 ده اكيد بيأثر جدا علينا وبيأثر جدا على اللاعبين. فعشان كده بصراحه الليسته بتاعت 28 ما خدش فيها اي لاعب من الفريق الاولمبي. Porque vão disputar esta fase seguinte agora do CAN, provavelmente para os Jogos Olímpicos. O Montenegro Olímpico vai ter uma data, ele é a Tassuata da Copa África. E eu combinei com o treinador Rogério Micheli, escolha os que ele quiser, para levar para essa competição, nós temos outros jogadores. وانا اتفقت مع مدرب الفريق الانبي ميكيلي وقلت له اختار اللاعبين اللي انت عايزها اللي هتكمل بيها عشان تكمل بيها وتبدا بيها المنافسه بشكل قوي.